نحن دايما بنشوف الناس اللي هن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي او الفاشينيستاز مثل ما في منهم بيسموا حالهم، كثير بيركزوا على الشكل، يعني دايما شكلهم حلو، دايما المرأة بدها تكون نحيفة، يعني عشوائي عندها توب موديل، يعني هيك بتفكريها عندها مواصفات التوب موديل، شيء انترناشونال موديل، فشي ممكن يأثر سلبا على كثير من الفتيات يلي هن ما عندهم يمكن هالمواصفات، يلي منهم هالقد طوال، منهم هالقد نحيفين، مش قادرين يلبسوا احلى ثياب. سو يعني قد ايه بتلاقي انه لازم واحد دايما يكون عنده الوعي الكامل انه يعرف انه مش دايما ننقل الصوره يلي هي يعني بكثير من الاوقات ما بتكون موجوده؟ ده حقيقي. هو بصي هقول لك على حاجه، زي ما قلت لك السوشيال ميديا ليها بروز اند كونز. في ناس بتشجع انك تبقي طبيعيه على طبيعتك، وفي ناس على طول مرتبه، وفي ده ساعات بيحس الناس انها تخليها تبقى احسن، وفي ناس بتاخد الموضوع اكستريم. فهو البالانس كل حاجه يعني، لان في ناس لازم تفهم اللي هو انا ساعات بتاثر اوف وسطي جسمها حلو ازاي، شيز جولدز يعني. في ناس الواحد ببص واقول كده، بس في ساعات الناس دي هم مولودين كده، they're born like that. لا الجينات بتاعتهم كده، مش بس they are born like that، في فوتوشوب. They are in the gym 24 hours. وفي فوتوشوب، يعني نحن كمان لازم دائما الناس ينتبهوا انه على السوشيال ميديا كل الناس، نحن وكل الناس دائما بنحط الشيء اللي نحن بدنا نفرجيه، ودائما نحن بنطلع انه باحلى صوره طالعين فيها او احلى شيء طالعين فيه لنحطها على السوشيال ميديا. سو زمني دائما يحطوا بعقلهم انه في ناس ممكن تكون مظبطه الصوره. صح، في اكيد كده في. وبعد كده بس اي ثينك الابلكيشن دي كلها بتبين، يعني دلوقتي بتبين في زوم بقى، بس بيناتنا اوقات بنشكر يعني ثانك جاد فور هالابلكيشنز يلي اخترعون، لانه اوقات they save you. صراحة قد ايه مهم انه ننقل على السوشيال ميديا الحياة بواقعية مش دايما باللون الوردي، يعني بقصد انه دايما نحن بس نشوف حتى مثلا عائلة، دايما العائلة كتير سعيدة على السوشيال ميديا، نحن بنعرف انه بالحقيقة ما في عائلة دايما سعيدة، ما في كابل دايما مغروم، ما في امرأة دايما فرحانة بحياتها. فقديش مهم كمان انه ننقل انه الحياة بواقعية. هو اي ثينك اكتر وقت كانت السوشيال ميديا واقعيه فيه الايام دي، يعني كل الناس طالعه من غير ميك اب، مش عارفه شعرها، مش في البيت بالبيجاماز مع عيلتها. في ناس كتيره يعني they broke down فكتبوا احاسيسهم. بس هقول لك على حاجه، طبعا مش كل اللي بتشوفه على الانترنت هو الحقيقه، بس ان الواحد يعني ساعات لما يبقى متضايق او منهار او زعلان عمره ما هيكتب كده، عمره ما هيبين ده للناس. فالناس لازم تفهم ان فعلا مش 24 ساعة، لان الحاجات البيرسونال تو بيرسونال محدش يعني مش الطبيعي الناس بتحطها. فهو الواحد لازم يفرق. وبعدين مش شرط اني اشوف صورة حلوة اقول الله، يعني مثلا ما بحبش حد يقول الله نفسي ابقى زي الشخص ده، لان الشخص اللي قدامي ده انا ما اعرفش هو مر بايه او بيمر بايه، هو ممكن يكون حاطط لي حاجة واللي ورا الصورة ده عكسه تماما.